يرتفع صوت الاحتلال الإسرائيلي أمام العالم وهو يبرر الإبادة الجماعية التي يرتكبها في غزة بحجة حق الدفاع عن النفس في أعقاب هجوم 7 أكتوبر التي نفذته المقاومة، فيغض العالم الطرف عن محاسبته أو حتى لومه. لكن ما يقوم به الاحتلال في غزة توازيه انتهاكات أخرى يرتكبها يومياً في الضفة الغربية التي لا يأتيه منها أي تهديد. في مدينة الخليل وثقت كاميرات أحد جنود الاحتلال وهو يعتدي بالضرب على طفل أعزل، شاهدوا معي. عم الطفل قال أن أمير كان أمام منزله حينما اعتدى عليه الجنود، واستمر ذلك دقائق عدة تخللها توجيه لكمات وصفعات له على وجهه. رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا الفيديو بغضب شديد. فكرة قالت هنا نفسي أفهم، هو قاعد بيضرب، طيب السؤال لو تجمع عليه كم شاب شو رح يصير؟ مش فاهم أنا شو عم بيصير. بينما درة السيد قالت الحقد الصهيوني على العربي وعلى الفلسطيني لا حدود له، تم تصوير جندي إسرائيلي أثناء الاعتداء على طفل في الضفة الغربية، لولا سلاحك والجيش الذي يقف على مقربة منك ما تجرأت على لمس شعرة من رأس هذا الطفل. رماش كتب لا يمكنهم أن يكونوا رجالا لذلك يواجهون الأطفال. أما معاذ فقال دع العالم الذي أصدر قرارات وقائية فقط أن ينظر، حسبنا الله ونعم الوكيل. منذ 7 أكتوبر مشاهدينا ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات واسعة لمدن الضفة الغربية وبلداتها ومخيماتها، ترافقها اعتداءات للمستوطنين التي أسفرت إجمالا عن مقتل 373 فلسطينيا وإصابة نحو 4300 آخرين، بينما ارتفعت حصيلة الاعتقالات إلى 6330. بهذه القصة تنتهي القصص لليوم، نلقاكم غدا وقصص جديدة في تواصل.